الرحيم. باسمك اللهم نستعين، ومنك يا الله طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا في هذا المساء مع مساء الذهب والرموز والكؤوس من كأس اللجنة الأولمبية والبارولمبية السعودية المقامة على أرضية ميدان تبوك بنسخته الرابعة لعام 2024. يأتي لنا بالدعم السخي والكبير، نسير وبحضراتكم لنتابع الأجواء المتواجدة على أرضية هذا الواقع ومن هذا الميدان بالتحديد في أشواط الذهب والكؤوس. كما نهني ونبارك لأول الخاطفين لكؤوس هذا المساء مع هجن الرئاسة، من حلقت بنوماس أول الكؤوس لتهدي أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. نستكمل وإياكم الشوط الرئيسي الأول والثاني للقعدان اللقاية المفتوح. نسير بانطلاقة موفقة بعون من الله سبحانه وتعالى. الأربعة كيلومترات هي الرحلة المصاحبة، نتابع لنتقدم بالبداية الأولى. من يتقدم الأسماء من الجانب الآخر؟ هداد وبشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وبقيادة خالد بن عبد الله بن شريم المري بو عبد الله. من يتابع لنا هداد مع صدارة الشوط ومع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني من يحتل مركز الوصافة نتابع ضاري وهجن الرئاسة على المركز الثاني وبقيادة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. من يتابع لنا ضاري على المركز الثاني. المركز الثالث هنا شعار هلال بن حربي بن هلال الخيالي مع الكايد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع الأسماء المتقدمة، نتابع الأسماء المتواجدة الباحثة والطامحة عن النوماس وعن مجد تليد في هذا المساء. المركز الرابع حضور شعارك يا الشامسي مانع بن علي بن حماد الشامسي، من يقدم لنا عناد. المركز الخامس أحمد بن محمد بن عودة الأحويطي مع المهندس وهجن الرئاسة تتسلل في هذه اللحظات. نعود وإياكم وبحضراتكم، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى صدارة الشوط، نعود لهذا الشوط الحساس، لهذا الشوط الحساس، شوط الكاس، شوط الكاس. وين الكاس؟ وين بيروح؟ وين النوماس؟ نعود إلى الرئاسة وهجنها مع ضاري. من تتقدم الأسماء متقدمة مع ضاري وتواجد ضاري مع صدارة الشوط ومع مقدمة الشوط. هجن الرئاسة من تحكم القبضة في هذه اللحظات وبتواجد من يتابع لنا ضاري حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. يا حمدان أنت الفنان في هذا المساء، أنت الفنان مع ضاري لازال مع مقدمة الشوط. يتحرك هداد وآمال وطموح ابناء المملكة العربية السعودية مع هداد. هجن الرئاسة تأتي لنا بالتعزيز وبالحضور الكبير مع الكيلو الأخير. وصل في هذه اللحظات، وصل لهب بحثا عن الذهب يا لهب. وصل بن حماد الشامسي مع عناد وعناد. هذا الشعار يحضر في هذه اللحظات، يشكل الخطر. هنا بن حماد ولهب
مع جريوس وعنود مع شعارك يا بن حمود على المركز الثاني، وجريوس مع ضاري على المركز الثالث. ثلاثية إماراتية، ثلاثية إماراتية حتى هذه اللحظات. الموقع مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار الأخيرة، أمتار الكاس، أمتار الكاس، أمتار الذهب، لهب يا لهب. عناد، عناد يعاند حتى هذه اللحظات بحثا عن هذا الكاس، عن الذهب، لكن لهب، لهب لازال صامدا حتى هذه اللحظات. لهب، 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 ذهب، 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 ذهب رئاسي. هجن الرئاسة، هجن الرئاسة، هجن الرئاسة. الكاس الثاني في هذا المساء. مشكور يا ابن مراشد، مشكور يا حمدان، يا فنان، يا مبدع. من يبدع في هذا المساء؟ لهب مع هجن الرئاسة خاطفا لكاس اللقايا القعدان. تهانينا والنماس لهجن الرئاسة مع لهب، وبقيادة حمدان بن محمد بن سعيد بن مراشد، من تابع لنا هذا الاسم خاطفا للكأس وللذهب. لهب عنوان لهذا الشوط. المركز الثاني عناد وبشعار مانع بن علي بن حماد الشامسي، والمركز الثالث ضاري وهجن الرئاسة. المركز الرابع شعار مانع بن علي بن حماد الشامسي على المركز الرابع، والمركز الخامس شعار هلال بن حربي بن هلال الخيالي مع الكايد على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظة وصول لهب وتوقيته 6 دقائق 7 ثواني 45 جزءا من الثواني. هكذا كان توقيت لهب لهجن الرئاسة. تهانينا والنوماس لهجن الرئاسة على هذا الفوز الكبير. المركز الثاني عناد وتوقيته 6 دقائق 8 ثواني و20 جزءا من الثواني. تهانينا والنوماس لمانع بن علي بن حماد الشامسي، بينما ثالثا ضاري مع هجن الرئاسة وتوقيت ضاري 6 دقائق 8 ثواني 90 جزءا من الثواني. نعم التوقيت الأفضل يحضر في هذا الشوط مع لهب لهجن الرئاسة، وحضر بتوقيت ممتاز وتوقيت أفضل في مساء هذا اليوم. 6 دقائق 7 ثواني 45 جزءا من الثواني. هكذا هو التوقيت الأفضل في هذا المساء. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات، تتواصل الإثارة في مساء الكؤوس والرموز والذهب. كما نهني ونبارك للفائز بالأشواط السابقة هجن الرئاسة، وفي قادم الأشواط كل التوفيق لجميع الأخوة المشاركين. أشواطنا القادمة بإذن الله تعالى ستكون لأشواط اللقايا الكار العام، وكأس بالانتظار، شوط ستحضر فيه الأسماء والشراسة والقوة والإثارة والندية. كل التوفيق لجميع الأخوة المشاركين. شوطنا القادم بصوت الزميل أحمد بن عزيز البلوي، واصفا معلقا على مجريات شوطنا القادم.